بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد وجايبين نوع حمام جديد هنتفرج عليه النهاردة، وهنعرف تقليبه ومواصفاته واسعاره وايه هي مميزاته وايه هي عيوبه. خليك معايا في الفيديو دوت وركز فيه جدا، ان شاء الله النوع هيعجبك جدا جدا جدا. يا ريت ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. ولو عجبك الفيديو اعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ويلا بينا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض ونشوف ايه هو النوع اللي موجود معانا النهارده، ونشوف تقليبه ومواصفاته واسعاره. يلا بينا نبدا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي الحمامه اللي معانا النهارده، الحمام المفتل او الحمام الكيرلي او الحمام الفريل باك. طبعا دي اسامي كتيره وممكن يكون ليه اسامي في دول تانية الله اعلى واعلم بيها، بس هنا في مصر اسمه الحمام المفتل. الحمام المفتل يا جماعه من اجمل واروع طيور الزينه، ومن اجمل واروع حمام الزينه، ومن الحاجات اللي هي شكلها غريب جدا، يعني اي حد بيشوفها بيستغرب شكلها ويستغرب شكل ريشها. طبعا زي ما احنا شايفين كده شكل الريش، ريشه مفتله او ريشه كيرلي. الشراويل بتاعته برضو بيكون بنفس النظام كده، شراويل مفتلة او شراويل كيرلي. فالحمامة ما شاء الله من الحاجات الممتعة جدا واللي هي تحب تتفرج عليها، يعني من انواع الحمام الملفتة للنظر اللي تحب ان انت تتفرج عليها. وكل ما تقتني منها نوع مستوى اعلى كل ما هيكون فيه تفتيلة اعلى. فنشرح كده مواصفاتها على السريع كده، نحاول ان احنا ما ننساش حاجة بس من المواصفات بتاعتها. في الاول يا جماعة هي حمامة من حمام الزينة اللي بيكون حجمها جامبو او حجمها يعني متوسط شوية، مش هنقول جامبو او سوبر جامبو قوي، بس هي حجمها اكبر مثلا من الحمام الكريزلي والزاجل، فهي حجمها اكبر منهم شوية، يعني حجمها مش صغير، يعني مش حمامة كنزة، تمام؟ حمامة حجمها كبير شوية. اول حاجة طبعا بتميزها هي التفتيلة بتاعة الريش او الكيرلي بتاع الريش ده. فطبعا هي ديت اللي مخلياها اسمها الحمامة المفتل او الحمامة الكيرلي. تفتيلة الريش دي يا جماعة بتكون عبارة عن ان الريش نفسه بيكون مفلفل كده زي اللي بيفلفل شعره، يعني تلاقي الريشة كده لفة حوالين نفسها وطالعة مفلفلة، مش ريشة متساوية، مش ريشة ناعمة زي ريش الحمام العادي. فدي اول صفة فيها. كل ما تكون تفتيلة الريش اعلى، يعني تفتيلة الريش اجمد، الريشة فيها تفتيلة اكتر، كل ما بيكون سعر الحمامة دي أغلى وكل ما تكون مواصفاتها أعلى. طبعا الحمامة بتيجي بشراويل، طبعا زي ما احنا شايفين كده فيها شراويل، والشراويل برضو بتكون مفلتلة أو بتكون الشراويل كيرلي. فأنا هنا قاصص جزء من الشراويل عشان يعرف يتحرك في السلاكة ويعرف إن هو ينتج ويشتغل مع النتاية خاصة عليها بدون مشاكل، تمام كده؟ طيب الحمام المفتل او الحمام الكيرلي في منه ببرنيطة اللي هو الريش اللي حوالين الراس من ورا، اللي هو حوالين دماغه من ورا، او اللي هي البرنيطة اللي بتبقى طالعة على الدماغ من ورا او الدبوس او الكلام ده، وفي منه اقرع بالشكل اللي قدامنا ده. بس القرعة ديت ما تعبهوش، يعني البرنيطة بتزيده جمال، يعني المستوى هو اللي يحكم. البرنيطة ديت من الكماليات، بس الحاجات اللي بتزيده جمال. طبعا من الصفات الأساسية الحجم والتفتيلة بتاعة الريش والشراويل وتفتيلة الشراويل والألوان، طبعا من الصفات الأساسية فيه. فالحمام المفتل فيه منه ألوان كتيرة، يعني موجود منه الأبيض السادة، وموجود منه الأسود السادة، وموجود منه الأصفر السادة والأحمر السادة، وموجود منه الازرق الساده، والوانه طبعا كتيره جدا بالوان الحمام. موجود منه برضو اللي هو مفتل اكتاف، اللي هو جسمه كله ابيض وكتافه بس هي اللي لونها مختلف، يعني كتاف ممكن تكون باللون الاصفر او الاحمر او الاسود او الكريمي او الازرق. وطبعا في موجود منه الوايت سايد اللي هو بيكون الجسم كله مثلا اصفر او احمر او اسود، والجناح بس هو اللي لونه ابيض، تمام كده؟ فطبعا دماغ فرد الحمام المفتل دماغه حجمها كويس، حجمها كبير، مش دماغ صغيره، مش دماغ بليه، عظمه طويل زي عظم البلدي ويمكن اكبر كمان من عظم الحمام البلدي. وطبعا يا جماعه بيختلف لون العظم في الحمام المفتل على حسب لون الجسم برضو، يعني في الالوان الفاتحه زي الابيض والاصفر هتلاقي العظم لونه فاتح، الالوان الغامقه زي الاسود والاحمر والازرق هتلاقي العظم غامق. طبعا لازم يكون في قوره يا جماعه، ما ينفعش الحمام المفتل يكون طالع من غير قوره، يعني في قوره زي الحمام الشقلباز. طبعا لون العين بتاعه بيختلف مع لون الجسم، ولون العظم بتاعه بيختلف مع لون الجسم، يعني زي ما احنا شايفين كده فرد الحمام اللي قدامنا ده عينه ممكن تكون لونها احمر،
في حاجات تانية بتكون عينها لونها برتقاني طبعا دوت بيكون معاك في بعض الالوان. طبعا الاكتاف بيكون عينه لونها ابكم، يعني لو عندك جزء مفتي الاكتاف او فرد حمام مفتي الاكتاف، يعني مثلا فرد الحمام ابيض وكتفه اصفر او احمر او اسود او ازرق او اي لون، هتلاقي عينه لونها ابكم، يعني عينه سودة، عينه مش ملونة زي عين فرد الحمام ده، تمام كده. طبعا العظم بتاعه زي ما قلنا عظم طويل وناعم، مش عظم خشن، والقورة بتاعته عالية شوية، مش قورة متساوية مع العظم. فطبعا حمامة جميلة جدا، وانتاجها طبعا انتاجها كويس جدا، وبتتحضن تحت اي نوع من انواع الحمام، وهي نفسها بتأكل زغللها وبتحضن لوحدها بدون اي مساعدة. يعني انت لو عايز تفرخه لوحده وتسيبه يحضن وينتج لوحده، هيحضن وهينتج لوحده. لو عايز تاخد من تحتيه بيض وتحضن تحت انواع تانية، ممكن تحضن تحت اي نوع، بداية طبعا من الحمام البلدي والحمام الزاجل والحمام الكريزلي، الحمام الاسترالي، الحمام العبسي، كراكاندي، شقلباز، الانجليزي، جميع انواع الحمام ممكن تحضن النوع دوت من الحمام. اسعاره بقى ايه؟ اسعاره بتبدأ معاك في الالوان السادة، وارخصهم طبعا اللون الابيض. بتبدأ معاك الاسعار من 500-600 جنيه للجوز على حسب المستوى، وكل ما زاد المستوى وزاد التفتيلة زاد السعر، ممكن يوصل معاك في اللون الابيض او اللون الاصفر او الاحمر او الاسود اللي هي الالوان السادة، ممكن يوصل لحد 1500-2000 جنيه كمان لو مستواه قوي جدا. المفتل الاكتاف ممكن يبدأ أسعاره معاك من 1000-1500 على حسب المستوى، لحد 3000-4000-5000 جنيه، طبعا أغلاهم المفتل الوايت سايد، ودوت ممكن أسعاره تبقى أعلى من كده وتوصل لأسعار جامدة. فطبعا دي حمامة من حمام الزينة الجميل اللي الحمد لله ربنا من علينا إن احنا نجيبها، ونقدر إن احنا نعمل فيديو عن تقليبها ومواصفاتها عملي. الحمد لله، يعني بحاول بفضل الله ان انا ادخل انواع جديدة بحيث ان احنا نقدر نستفاد من فرخة انواع جديدة، ونقدر نتكلم عن انواع جديدة ومواصفاتها وتقليبها وطرق انتاجها وسرعتها في الانتاج، ونعرف حاجات كتير عنها. فان شاء الله الفترة اللي جاية لو ربنا اكرمنا وانتاجنا منها، هنعمل فيديوهات عن انتاجها برضو، ونعرف طريقة انتاجها اذا كانت كويسة ولا لا في الانتاج، وسريعة ولا لا في الانتاج. تمام كده يا جماعة، فده كان فيديو النهاردة، وده النوع اللي كان معانا النهاردة، الحمام المفتل او الحمام الكيرلي، طبعا من اجمل انواع حمام الزينة، وزي ما شفنا كده مواصفاته واسعاره. فيا رب نكون استفدنا من الفيديو دوت واستمتعنا بيه. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناة جديد. كمان ما تنساش تعمل مشاركة للفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار او محتاج موضوع نتكلم فيه، اكتبه في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز لك الموضوع وانزله لك على القناة في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.